وللحديث أكثر عن تفشي سلوك العنف في المجتمع العراقي وما يصاحبه من انفلات أمني، ينضم إلينا السيد محمد فوز اللامي، الخبير الأمني والعسكري، عبر الخط الهاتفي من برلين. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. تحية طيبة لكم سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا بكم. مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إن هناك تحولاً في السلوكيات المجتمعية نحو ثقافة العنف والتطرف، ألا ترى أن هذه الظاهرة مستحدثة أو حديثة في المجتمع العراقي؟ أكيد سيدي، المتابع للوضع العراقي يعرف جيداً بأنه قبل عام 2003 كان هنالك قلة في الجريمة، كان هنالك انعدام في استخدام المخدرات. العراق كان من الدول التي لا تستخدم المخدرات، إنما كان يعتبر شبه ممر. لكن حقيقة ما حدث منذ الاحتلال وحتى الآن، هنالك أصبح هنالك نهج جديد، هنالك تشجيع على ثقافة العنف، تشجيع على ثقافة الميليشيات، تشجيع على ثقافة رفع السلاح. تجد بأن هنالك بروباغندا أصبحت اليوم لدى هذه الميليشيات ولدى هذه الأحزاب، تشجع الشباب على استخدام السلاح، على رفع السلاح، على حقيقة سلوكيات وأخلاقيات لا تمت يعني للشعب العراقي بصلة لحتى وقت قريب. نعم، كيف تحول المجتمع العراقي إذن إلى العنف لا سيما بعد 2003؟ هل ظهور الميليشيات المسلحة كان لها دور في تفشي الظاهرة؟ حقيقة سيدي، أنه الواقع اليوم بأن هنالك طبقة سياسية جديدة جاءت إلى العراق. هذه الطبقة السياسية هي التي شجعت على أن يكون هنالك حس للعنف، وهنالك استخدام للسلاح. السلاح انتشر بشكل كبير جدا بصورة متعمدة لدى هذه الأحزاب. تم إنشاء هذه الميليشيات. اليوم هنالك تشجيع على الانتماء إلى الميليشيات، ولا يوجد تشجيع حقيقة على الذهاب إلى المدرسة أو الانتماء إلى جهات نشاطات اجتماعية رياضية وغيرها وثقافية وأخرى. اليوم تشاهد سيدي الكريم في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه اليوم ثقافة السلاح وثقافة العنف، اضمحلت ثقافات أخرى. اليوم لا نشاهد كثيرا اهتمام بالجانب الرياضي، بالجانب الثقافي، بالفنون، حتى التعليم تدنى إلى مستويات متدنية جدا. فهذه المعادلة سيدي الكريم، عندما يرتقي المجتمع من خلال قادته ومن خلال الذين يتحكمون في مصاصر الدولة، يرتقون فيه اجتماعيا، بالتأكيد تجد هذا المجتمع تقل فيه الجريمة ويقل فيه استخدام المخدرات، والعكس صحيح. طيب، في المقابل كيف تقيم دور المنظومة الأمنية في الحد من هذه الظاهرة؟ هل تقوم بدورها المطلوب؟ يعني سيد الكريم، التوصيف الصحيح انه ان المؤسسه الامنيه هي شريكه في هذه شريكه في 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 ترويج العنف، ثقافه العنف، شريكه في غض النظر عن هذا السلاح المتفشي اليوم في الشارع العراقي. هي شريكه حقيقه في انه هذه الميليشيات اصبحت ميليشيات مسيطره، ولديها راي، ولديها من يتبعها في الشارع العراقي. لو كانت هنالك نوايا حقيقيه لدى الجهة السياسية والجهة الأمنية لمكافحة الجريمة في العراق، لكانت هنالك نشاطات حقيقية، ولرأينا فعاليات حقيقية، وليست اليوم كما يحدث اليوم جميعها عمليات وهمية لا ترتقي حقيقة إلى ما موجود في العراق. هنالك تقارير تقول أكثر من 2 مليون قطعة سلاح منفلت خارج إطار الدولة. فبالتأكيد سيدي، اليوم هذه المؤسسة الأمنية تتحمل جزء من المسؤولية وجزء كبير. هناك محاولة للبحث عن أصل المشكلة، يعني مفوضية حقوق الإنسان في العراق رأت أن الحل في توفير فرص عمل للشباب، ولا سيما مع وجود تظاهرات للخريجين تطالب بإيجاد فرص العمل. التجاهل الحكومي أو التقصير الحكومي في هذه المسألة عمق هذه المشكلة. إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة تسعى لحل هذه الأزمات التي يترتب عليها مسائل العنف في المجتمع العراقي؟ يعني سيدي، اذا سالت اي مواطن عراقي اليوم سوف يقول بان المشكله مشكله سياسيه بالدرجه الاولى. المشكله السياسيه هي التي انعكست بدورها على بقيه مفاصل الحياه. اليوم لدينا مشكله في الطبقه السياسيه، في قاده هذا البلد، في الموجودين في سده الحكم. هؤلاء هم المشكله، وهؤلاء هم راس الفتنه. عندما يحدث تغيير سياسي وتكون هنالك اناس مهنيين واناس وطنيين حقيقه لديهم نوايا حقيقيه
للارتقاء بالمجتمع العراقي سوف تكون هنالك عمليات تغيير، لكن في ظل وجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي هي أوصلت المجتمع العراقي إلى هذه النتيجة بالتأكيد سوف لن يحدث تغيير متوقع. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد فوز اللامي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من برلين.